السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الدكتور بخر نوف، اختصاصي في جراحة العظام والمفاصل. أول قبل ما نبدأ هذه الحصة نشكر قناة الهضاب على هذه الاستضافة، وكذلك نشكر ثاني متتبعي قناة الهضاب. وهذه الحصة هذه إن شاء الله التي معتادة، هذه الحصة راهي حصة طبية 100%، حصة كما قلنا تاع نصائح، حصة تمد الإرشادات. ودوكا كما قلنا دوكا ولاو المشاهدين الكرام والمعتادين على هذه الحصة. اليوم إن شاء الله راح نتكلموا على موضوع هو جد هام، وشي يقيس يقيس بكري. كنا قبل هضرنا على الامهات، وهضرنا على كيما قلنا كبار السن. دوكا راح نهضروا على فئه الاطفال، يعني فئه البراءه كيما نقولوا هنا. هذه الفئه يعني كيما نقولوا هنا هي فئه المستقبل. ونزيدوا نهضروا ونتكلموا على هذه الحصه تاع اليوم، وهي تقيس واحد المرض كان بكري ما كانش، يعني عنده واحد 15 سنه 20 سنه كان المرض هذا مين اكزيست با ما كانش. ومع الاونه الاخيره هذه، مع تطور التكنولوجيا ومع تطور العلم كما نقولوا حنا وتطور الحضاره، ولا المرض يقيس الاطفال الصغار. وشنو هو؟ هو بالعربيه تقوس الظهري، يعني دوك نفهموا المشاهد الكريم التقوس الظهري. وشنو بالدرجه نعيطوا له الحدبه، هذه وحده. وبالعربيه نسميوه تقوس ظهري، وبالفرنسية نسميوه لا سيفوز. هذه وحدة. كاين التقوس الظهري هو الحدبة، وكاين لا سكوليوز. سكوليوز تلقى الكتف مايل هكذا، صح؟ هذه يعني باش نفهموا المشاهد الكريم، هذا المرض هذا كان بكري ما كانش، عنده 15 سنة 20 سنة كان ما كانش، دوكا راهو ظهر هذا المرض، صح؟ باش نزيدوا نفهموا، باش ندخلوا في الموضوع، وباش نفهموا الأمهات، خاصة الأمهات كما قلنا هي اللي راهي شغل قريبة لبنها كما قلنا. الحدبه هذه ما تظهرش ضرب الاولى، ما تظهرش على عام، ما تظهرش على عامين، ما تظهرش على 4 سنين، رايك تظهر عند الدخول المدرسي في لاج تاع 6 سنين، يبدا الطفل يتصرى له ان تقوس الظهري، صح؟ كاين واحد المشكل هو ان الام ما تفيريفيش بنها، كي تشوفه مخليته، والطفل صغير يحشم حتى يلحق 19 سنه، يلحق 20 سنه، خاصه البنت تولي مسكينه عندها الحدبه هذيك، تولي تدخل في الطابوات، يعني تولي تحشم ما تهدرش على هذاك، تولي اعاقه، انا ما نقولوش اعاقه حركيه ولا اعاقه ذهنيه، تولي شغل الطفل هذا صغير بسيشيكمون مش مليح، صح؟ كيف نعرفوا هذه الحدبه؟ انا دخلنا في الموضوع هذا، الحدبه هي باينه، يعني واش يقيس طفل صغير، مين ماهيش من الزياده تاعو، يقيس الاج دو 6 سنين، كي يخش الطفل الصغير يقرا 6 سنين، تبدا تظهر الاعراض، تظهر الحدبه هذه، هي وشني التقوس، ظهره مقوس، هذه وحده. والله تلقى الكتف مايل، هذه هي، صح؟ دوكا ندخلوا ديتاي، وشنو الاسباب تاع التقوس الظهري ولا الحدبه كيما نقولوا بالدرجه، ولا لا سيفوز ولا سكوليوز. السبب الاول هو شنو؟ ولا السبب الاول هو يقدر يكون سبب وراثي، هذه وحده. تلقى عنده يماه ولا باباه ولا جده بكري عنده لا سيفوز، يقدر احتمال 1% 2% 3% يكون طفل صغير عنده الحدبه ولا التقوس الظهري، هذه وحده. ثاني سبب ليه عنده دوكا قوة هنا في الوقت هذا هو كيما قلنا لابوزيسيون تاع طفل صغير، تلقاه يقرا مقوقي هكذا، تلقى الام تاعو مخليته وهو صغير هكذا يقرا في السرير، ما كانش ما يقراش على الطابله، تلقى دائما ظهره مقوس، هذه هنا يقدر يدير لنا لاسيفوز، يقدر يدير الحدبه، هذه وحده. السبب الثالث اللي راه منتشر دوكا المحفظه، بكري كانت المحفظه خفيفه، دوكا المحفظه الله يبارك توزن واحد 4 كيلو 5 كيلو، ايماجين طفل صغير يهز في عمره مثلا 6 سنين يهز الكرطابل تاع مسكين دائما يهز 5 كيلو، رايح ب 5 كيلو جاي ب 5 كيلو، رايح ب 5 كيلو جاي 5 كيلو، ظهره يتقوس يولي هكذا، خاطر علاش؟ راهو الطفل في كيقعد في عمره 6 سنين 7 سنين 8 سنين راهو في مرحلة النمو، كي الشجرة، كي تعود الشجرة كي نعود نديروا لها أثقال تميل شوية هكذا طفل صغير، كي العجينة، تسمى لو بوا تاعو هذا تاع 4 كيلو 5 كيلو يدلوا هذيك لا سيفوز، هذه السبب الثاني. السبب الرابع هو من بعد كاشينا نزيدوا نهضروا على الموضوع هو الكزاح، والله نعيطوا له الحل بالدرجه، والله لو راشيتيزم الفرنسي، يعني طفل صغير ما عندوش كالسيوم، تلقاه ظهره مسكين يتقوس. هذو يعني هذو اون جينيرال هذو من الاسباب، يعني الاسباب العموميه، هذو الاسباب تاع الحدبه. يعني باش يبالك حنا كيف لا بريزون شارج كيف نديرو؟ كي تجي طفل صغير يعني هو المعاينه الاولى تكون في مع الوالدين مع الام، يعني هي الام هي اللي تعين، طبيب ما يجيش ما على بالوش، بصح الام دائما كي تدوش بنها ولا تدوش بنتها لازم تدنق لظهره، تشوف ظهره اسكو عنده تقوس ولا ما عندوش. لقيت باللي كاينه تقوس الحدبه هذيك
اوب لازم تجي تزور طبيب، طبيب مختص في جراحه العظام. حنا كي يجينا طفل صغير هذا من 5 سنين ل5 سنين، واش نديروا؟ اول حاجه نديروها نديروا المعاينه تاعو، نحيوا له ديزابيو، نحيوا له القش تاعو، ونشوفوا نديروا كاين دي بوزيسيون، نشوفوا طفل صغير 5 سنين نحيوه، ما طفل صغير مسكينه نشوفوه، ونشوفوا نشوفوا عندها باللي عندها الحدبه هذيك ظهر بدا يتقوس. اوب هنا نقول لها بنتك عندها الحدبه هذه وحده، ولا عندها لاسكوليوز، هو الوعي سكوليوز، انا كتفها طايحه مايل مسكينه، هذا اللي عيطوا له سكوليوز اس، هذوما زوج، سوا كتفها طايح لاسكوليوز، سوا عندها حدبه عندها راسيفوس. واش نديروا؟ اول حاجه وهي ما نديروا النيه رامني سكانير يوم يحزنون، نديروا اول حاجه نديروا راديو نيميريك. راديو نيميريك هذا واش يبين؟ يبين لنا باللي عندها سيفوز هكذا. بصح يا جماعه السيفوز هذا بالدوغري، كاين اللي خفيف وكاين المتوسط وكاين الله يعافينا اللي غرام. هنا واش نديروا؟ كي نديروا لها راديو لا سيفوز، نكيلوه بالدرجه، كاين تحت 30 درجة، كاين بين 30 ل 50 درجة، وكاين في اللي فوق 50 درجة، لا تحت 30 درجة، ثم وسهل مرة، هنا لا بريزون شارج تاعو سهلة، لا عاد بين 30 و 50 درجة، راهي شوية، ولا عاد بين فوق 50 درجة مشكل كبير، هذوما، حنا واش نديرو؟ نديرو راديو نكلاسيوه، نقولو باللي راهو في المرحلة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، يعني نقدر نقولو الدرجة الأولى، درجة ثانية ولا درجة ثالثة. هذه يعني راديولوجيكمون، وندومونديو ان بيلون. سما واش نديرو؟ كنت عندي طفل صغير عنده هدبه، ندومونديو ان بيلون راديولوجيك، ندومونديو له راديو، وندومونديو له نديرو له ان بيلون، بيلون ستوندار، يعني خاصه الكالسيوم، شوفوا الكالسيوم، شوفوا الكالسيوم. هذه واحده الاولى، هذوما زوج حوايج، ندومونديو له راديو، لا راديو، وندومونديو ندومونديو ان بيلون، صح زوج حوايج، نكلاسيوه، ومن بعد واش نديرو؟ لهنا ندخلوا لا بريزون شارج، يا جماعه لا بريزون شارج هي الصح. دوكا اللي عاد الطفل قد ما معينة تكون بكري، قد ما الطفل راح يرتاح، قد ما المعينة تكون روطاردي، يعني معينة روطاردي كيف الطفل في عمره 16 17 18، لهنا راهي العلاج تاعو يكون واعر شوية. طفل صغير بين 5 سنين لهنا واش نبداو؟ لو كيعود عنده كيما نقولوا هنا قلنا باللي عنده لا سيفوز ولا لا سكوليوز ولا الحدبة هذه تاع الدرجة الأولى راهي خفيفة عنده، هنا واش نديرو؟ أول حاجة نعطي له، نبداو بالترتمون بيديكال، نعطي له كالسيوم، فهمت، نعطي له الدواء تاع الكالسيوم، الحوايج تاع السطر هذه وحده. ثانيه واش نديرو؟ ندوموندي له لا سينتير، ندوموندي له السبته، السبته هذه راهي تتباع عند جماعه اختصاص في الحوايج هذو، السبته هذه راهي بالبروتال هكذا، واش نديرو؟ واللي يخرج هكذا نديرو له السبته لا سينتير، السبته هذه يقدر يعيش بها وتتبدل كل عام تتبدل، وما يرقدش بها، باش نتفاهموا برك الام اللي راهي تشاهد فينا، راهي السبته تتباع، ماهيش اللي تخدم، السبته تتباع وتتباع، ماهيش السبته تاع لا سينتير تاع الظهر، راهي السبته تاع الظهر وتحكم الكتف تاعها، سما تجي هكذا، هاو هكذا، صدره يخرج يبقى يلعب بها، يبقى مثلا يكتب بها، يبقى يدي ديبلاسي بها، وشنهي ما يرقدش بها، ينحى هذه وحده. وحاجه لا بليز امبورتونت هي شنو؟ السباحه. سباحه هي السباحه اللي تقلبوا الطريق، لا السباحه باش نفهموا الناس، لا السباحه بسكلا الحدبه راهي هكذا، السباحه هي كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال لك الاولاد علموهم الرمايه وركوب الخيل وما بطول السباحه، السباحه راهي ستان سبور كومبلي، يعني يخدم كلش العضلات تقول يخدمها، السباحه لا يدخل الهواء، يدخل الهواء القفص الصدري يتعدل، سما السباحه راهي تداوي الحدبه هذه 60 70%، هذه ثانيه، هذا اسمه كيما نقولوا الدواء تاع الثالث. اما الرابعه وشني هو التأهيل الحركي، سما واش ندير؟ نعطيو له دواء ونديروا له لا سنتير السبته، وندخلوه يدير لا بيسين، ومام طون يديروا له التأهيل الحركي، ويبقى سوترات نتبعوه، نتبعوه كل 3 أشهر نتبعوه حتى يتعدل. هذه في المرحلة الأولى. المرحلة الثانية يقدر يتعدل، يقدر نديروا كما المرحلة الأولى، يقدر يروح لنا المرحلة الثالثة، وهي الله يعافينا هي الجراحة، هي اللي رانا نخافوا منها، والجراحة راهي صعيبة شوية ومملة للمريض، ووقتها يطلب كما نقولوا هنا وقت كبير. ويبقى شنو مشكل، ويبقى العلاج القوي والفعال هو الوقايه، يعني ما كانش قد الوقايه، الوقايه خير من 1000 العلاج، والوقايه هي شنو؟ اللي عندها بنها لازم تفيريفيه على السب بكري قبل 5 سنين، تفيريفي بنها وتشوفه، هذه واحده. ثانيا واش تقول له؟ لازم الكرطابل، ماهيش الكرطابل ثقيل. ثالث يدير لابيسين، يدير يجري، يدير فوتينغ، طفل صغير كيما قلنا كي يكتب ميغوكيش كيما نقولوا حنا، ولازم الجلوس معددا. بكري كانوا الاباء يقولوا بنو، يقولوا دائما طلع صدرك هكذا، ما تهبطش صدرك هكذا، كانوا ما يقراوش، بصح كانوا يمدوا نصائح مليحه. وكيما نقولوا في النهايه ان شاء الله نشكر قناه الهضاب دائما، وان شاء الله نتمنى انكم استفدتوا من هذه المعلومه ان شاء الله.